النهارده عندنا مجموعة من الأخبار والموضوعات والفقرات اللي بتهم حضراتكم إن شاء الله، لكن خلينا في الأول نبتدي بالأحداث اللي حصلت امبارح، وأبرزها إن سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي أجرى اجتماعين لمتابعة ملف تطوير الصناعات المصرية وتدليل العقبات والتحديات اللي بتواجه القطاع الصناعي، وده من خلال جهود شاملة بتشترك فيها جميع أجهزة الدولة. وامبارح كمان رئيس الوزراء أعلن عن طرح 32 شركة مملوكة للدولة، وده في البورصة أو لمستثمر استراتيجي. وكمان طائرات المساعدات الطبية المصرية وصلت بالفعل لتركيا وسوريا، وتفاصيل وأحداث تانية في سياق التقرير اللي جاي. في مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح، أبرزها إن الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد اجتماعين لمتابعة ملف تطوير الصناعة المصرية وتذليل العقبات والتحديات المزمنة اللي بتواجه القطاع الصناعي من خلال جهود شاملة بتشترك فيها جميع أجهزة الدولة. وتم التأكيد على تبسيط وميكنة الإجراءات علشان تكون مشجعة للاستثمارات الصناعية، وتوحيد جهات الولاية اللي بتتعامل مع المستثمر منعاً للتشتت واختصاراً للوقت والجهد والتكلفة، وكمان تسهيل إجراءات الحصول على التراخيص الصناعية. امبارح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء عمل مؤتمر صحفي أكد فيه إنه هيئة التنمية الصناعية أصبحت الوحيدة المعنية بمنح الموافقات للمصنعين، وإن الحكومة بتستهدف تذليل المصاعب لقطاعي الصناعة والزراعة والخروج بمنظومة متكاملة لدعم الصادرات. وقال كمان إن الدولة بتستهدف خفض الفجوة الدولارية من خلال زيادة الصادرات وتقليل الواردات. كمان خلال المؤتمر الصحفي أعلن الدكتور مصطفى مدبولي طرح 32 شركة مملوكة للدولة في البورصة أو لمستثمر استراتيجي على مدار عام بتشمل 18 قطاع ونشاط اقتصادي، وأضاف: نستهدف 25% من تلك الشركات تنتهي خلال 6 شهور، وده شيء مهم وسنسعى لأن ننجزهم مع بنوك الاستثمار والشركات المتخصصة. امبارح بدأ الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء بالوقوف دقيقة حداد على روح رئيس الوزراء السابق المهندس شريف إسماعيل، وتقدم الدكتور مصطفى مدبولي بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن أعضاء الحكومة بخالص التعازي لأسرة الراحل ومحبيه، مؤكداً أن إسهامات الفقيد ستظل خالدة في وجدان المصريين. كمان امبارح في اجتماع الحكومة قال رئيس الوزراء إن الحكومة بتعكف حالياً من خلال الوزراء المعنيين وعدد من الخبراء المتخصصين على وضع سيناريوهات للتعامل مع استمرار أمد التداعيات، وده خلال عامي 2023-2024. امبارح نشر المتحدث العسكري للقوات المسلحة على صفحته الرسمية على فيسبوك إنه تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لدعم أبناء شعبي تركيا وسوريا في محنتهم ومساعدتهم في تخفيف آثار الزلزال المدمر اللي وقع بالدولتين وأدى لحدوث آثار تدمير كبيرة بالإضافة لسقوط أعداد كبيرة من الضحايا والمصابين، أقلعت 5 طائرات نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية محملة بكميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية لأبناء البلدين لمساعدتهم في تخفيف الآثار الناجمة عن الزلزال المدمر. وفي جولة المحافظات معنا مجموعة من الأحداث والموضوعات المهمة اللي برضو حصلت امبارح، منها بدء فعاليات مسرح المواجهة والتجوال بقرى حياة كريمة في إلنا، وطرح 30 مزرعة سمكية للإيجار بمزاد في دمياط، وانطلاق مهرجان السياحة والتسوق في بورسعيد، وأحداث تانية هنعرفها في سياق التقرير اللي جاي. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار وأحداث كتيرة، البداية من قنا اللي تم فيها بدء تنظيم العرض المسرحي 101 عزل في عدد من قرى حياة كريمة بالمحافظة، وده ضمن فعاليات مسرح المواجهة والتجوال اللي بينظمها البيت الفني للمسرح، وبتستهدف الارتقاء بالوعي الثقافي للمواطنين واستكمال استراتيجية بناء الإنسان المصري وتعزيز الهوية المصرية. في الغربية تم الإعلان عن تشغيل الأقسام الجديدة بالمجمع الطبي خلال أسبوع بعد استكمال أعمال الفرش والتجهيزات، بجانب إدخال تقنيات جديدة في مجال قسطرة القلب وتسليك الشرايين والأوردة الطرفية لمرضى الأوعية الدموية. في
في دمياط أعلن جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية طرح 30 مزرعة سمكية بزمام منطقة دمياط للإيجار بمزاد محلي، على أن يقام المزاد على مدار 3 أيام في الفترة من 12 ل 14 فبراير الجاري. في الشرقية أجرت مديرية الطب البيطري بالمحافظة خلال شهر يناير اللي فات المسح التناسلي الشامل ل 5308 رؤوس ماشية، وكمان إجراء التلقيح الاصطناعي ل 1944 رأس ماشية، وده في إطار تنفيذ المشروع القومي للتحسين الوراثي لتحسين السلالات المصرية. في البحيرة تم الإعلان عن إنه إجمالي حجم القروض الممنوحة من خلال مبادرة مشروعك حوالي 3 مليار و141 مليون جنيه منذ انطلاق المبادرة وحتى الآن. القروض دي مولت 32932 مشروع استثماري متنوع، والمشروعات دي وفرت 92209 فرصة عمل لشباب الخريجين بمدن ومراكز المحافظة. في بورسعيد تم إطلاق فعاليات مهرجان السياحة والتسويق اللي بيقدم الأوكازيون الشتوي بعروض وخصومات بتصل ل 50% على المنتجات المعروضة في إطار ما تشهده محافظة بورسعيد من تنمية سياحية غير مسبوقة. في جامعة المنوفية تم الإعلان عن نشر 24298 بحث لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة بالمجلات العلمية العالمية خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى قيد 137 طالب وطالبة لنيل درجتي الماجستير والدكتوراه خلال شهر يناير الماضي. في الإسكندرية وبالتحديد منطقة كورنيش شاطئ سيدي بشر تمت أعمال إصلاح منطقة بلازا الكورنيش، وده بعد الانتهاء من أعمال الحماية البحرية اللي قامت بيها الهيئة العامة لحماية الشواطئ ووضع طبقة خرسانة لدعم السور مع زيادة عدد البلوكات الخرسانية لمنع وصول أمواج البحر لسور الكورنيش. في الأقصر تم ختام فعاليات ملتقى الأقصر للرسم والتصوير بمشاركة 12 فنان من مختلف محافظات مصر، وقدموا عدد من اللوحات الفنية البديعة للتاريخ المصري القديم والمعابد والطبيعة والشخصيات الصعيدية من قلب الأقصر.